التونسية واللي نساء الثورة التونسية اللي ساعدونا باش نكسروا الحواجز ونقابلوا ونجيو تونس ونجم نحكوا في الموضوع هذا كذلك في قضية الشعب الصحراوي. في البداية أنا نمثل الرابطة التونسية للدفاع عن الإنسان، هذه الرابطة هذه المرجعية نتاعها هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن البنود الهامة نتاعو هو حق الشعوب في تقرير المصير. من مبدا هذايا احنا نساندوا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ونبدوا كل انتهاكات حقوق الانسان، كل تعدي على حقوق الانسان في المنطقه هذه سواء حقوق ماديه او معنويه. باسم الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان سنتولى التعريف بهذه القضيه في تونس، سنقوم بتغطيه اعلاميه قدر الامكان للتعريف بالقضيه هذه، خاطر نعرف احنا خاطر قبل الثوره كان ثم برشا تعتيم اعلامي، والتعتيم الاعلامي هذا يخلينا ما نعرفوش على الحقائق. قضيه نتاع الشعب الصحراوي في تونس مازالت مجهوله لدى اغلبيه الساقه من الشعب التونسي، والمنتدى الاجتماعي العالمي اسمح باش يتم التعريف نوعا ما بالقضيه هذه، وان شاء الله نواصل التعريف بها بعد هاللقاء هذا. حسيب شكرا مره ثانيه للاخوه الجزائريين وللثوره التونسيه اللي خلتنا نقابلوا ونتحكوا، وشكرا لكل مره مناضله ساعدت في تحرير المجتمع نتاعها.